رؤيا الخير وهي حملة لتسليط الضوء ومد يد المساعدة والمعونة للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال هذا الشهر الكريم، تنفذها قناة رؤيا بالتعاون مع عدة جهات داعمة. اليوم نروي لكم قصة السيدة أم ياسر. كيف حالك؟ تمام؟ الحمد لله. عايشة لحالك هون يا حجة؟ بس مع حفيدك ها؟ توفى الله يرحمه. مين بدير باله عليك؟ ربنا. حفيدك. الكو قرايب هون بنتك. لا جيران بس. ما في. الله كبير والله موجود. ايش ناقصك؟ الحمد لله. ان شاء الله هذا رمضان رح يجي الخير والامور كلها بتكون تمام. ها؟ صح؟ امين. ايش؟ احكي لي ايش؟ تعبانة؟ قلبك وجعك؟ سلامة قلبك يا رب.